السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 2 1 KO. اوكي البانكا فيها 4 سكاريب انه طبعا قبلها في 4 سكاريب موصلين في البنك نفسه عدلا موصلين هنا. هذه 4 كي طبعا هذي كلتش فان في 4 سكاريب بطلهم على اساس تبدل الآيل او تنظفه من داخل وتحط فيه سيليكون جريز. طبعا اخذت شو اسمه اخذته من تويوتا فقلت خلني اسوي ذا سيرفيس دام انه اوريدي بغير بيرنج حق شو اسمه حق بولي واحد اوريدي بدلت الماركت ان تي ان مكتوب عليه ميدن جابان بس شكله طلع خرطي حق التنشنر لا جافان ولا شيء اخترب بسرعة. اللي اخذته حق البولي الثانية من محل ثاني هذه ميدن جابان اوكي بس صح انه شغال تمام فباخذ نفس المحل نبطل ذي بنظفه بشوف حالته بحط فيه جريس سيليكون بنراويكم الطريقة. طبعا الجريس سيليكون 18 ملي تحطه كاملة داخل هذي اوف كل غبار واموركم طيبة ان شاء الله. طبعا يا شباب هذي السكاريب طلعناهم هذه كلتش فان طبعا لازم ننظف هني ننظف دي اوريدي خالي ما في شيء كلش وبنظف دي السواد بنحط فيه السيليكون السيليكون دي 18 ملي سلامتكم شباب. طبعا حطيت عليه WD-40 هني مزيل صدى كامل بنظفه خلي فترة بعد بنظفه برش مرة ثانية بعد نحط المهد بس غريب ما في شيء كلش. طبعا جربت نظف ران بخلي فترة لن ينظف بعد بحط السيليكون. اوكي زين شباب هذه بعد التنظيف يعني هذا قدرت انظفه. اوكي ولاحظت هني شيء ان الجاسكيت متمدد اوكي فشكلي بقصة على طول دي بنحط السيليكون شوف
وبالطريقة تفره بعد. على أساس يدش ال اوكي كذي يعني زين. يعني كان متوزع هو فواحدة تكفي اوريدي هني وهني. نشوف هذا الجاسكيت اذا بوصله كذي، بقص الزود وبحط عليه ار تي في هو السيليكون حراري، نطبقهم على بعض. وسلامتكم شباب، اموركم طيبة ان شاء الله. بس زين يتصلح ب 4 دينار بدل ما تجيب لك واحد جديد كلاتش فان. اوكي فالغاز جيت اوريدي، قصت منه شي بسيط وركبت جذي، ما تصور انه يصير في ليك اوريدي لانه ميود عليه. اوكي ف نركب ذي على ذي بقى بعد. نركب السكاريب شوي تصير وارز. جاهز للشغل. طبعا السكروب ما ادري وين خليتها، بس تكمل الفيديو. وتيتهم زود ونشوف له باكر اركبه ان شاء الله. وكذي سلامتكم شباب، صار جاهز.
وزيادة في شو اسمه في ال في الاحتياط، والاحتياط يعني مينتنس أو شيء، تحط نيشن دبليو 40 بس حق ينظف، شيل الصدى، كل شيء تمام. طبعا هني لاحظ بقى فيها شوي، خليهم لأنه مثل العسل ذي. طبعا فضل دي المنتج، نرش هذه المنطقة حق الصدى، خليه يشتغل. اوكي،